السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. بداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد أخبار التالية. من المقرر أن يكون دخول الطلاب للمدارس في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك في جميع الولايات في الجزائر بشكل عام، سوف يكون في تاريخ 20 من شهر سبتمبر 2022، وذلك من أجل سريان الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023، وذلك بناء على الموعد الذي تم وضعه من قبل وزارة التربية الوطنية، وأيضا بناء على الضوابط التي يتم تحديدها عن طريق التقويم المدرسي سواء كان في الفصل الأول أو الفصل الثاني. ومما ورد في بيان لوزارة التربية الوطنية أن الوزارة سوف تعلن عن الكتاب الذي يشتمل على الإجراءات والضوابط الخاصة من أجل نجاح سير الخطة الدراسية في العام الدراسي الجديد لكل الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك من أجل ضمان سير العام الدراسي كما هو مخطط له. شكرا لتتبعكم وإلى خبر جديد إن شاء الله.